معركة تحرير دمشق قد بدأت، تقول المعارضة السورية التي تعهدت بتكثيف هجماتها داخل العاصمة، وذلك بعد معركة واشتباكات بين قوات الأسد وعناصر الجيش السوري الحر على مدى 3 أيام. معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 من عناصر القوات النظامية خلال اليومين الأخيرين حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. دائرة الاشتباكات في العاصمة السورية اتسعت اليوم، حيث تدور اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حي الميدان وكفر سوسة، فيما قصفت قوات الجيش النظامي بالمروحية بساتين حي برزة والقبون في العاصمة دمشق التي يبدو أنها ما زالت تحت سيطرة النظام. دمشق أعتقد أنه ما زال تحت سيطرة النظام يعني بشكل كبير، ثمة نقاط ساخنة والآن يتم التعاطي معها. مدينة تلبيسي. في هذه الأثناء ذكرت تقارير سورية رسمية أن تفجيرا انتحاريا استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق اليوم، ولم يتضح بعد ما إذا كان أسفر عن سقوط ضحايا.